علي صوتك، صوت واحد نحو الأفضل. حملة ترفيهية حلقت في سماء عمان ابتكرتها الطالبة جمانة يوسف. تتمحور هذه الحملة حول قيام الطالبات بإطلاق بالونات هيليوم في السماء في آخر يوم دراسي، وكتابة مقولة أو حكمة أو نصيحة أو حلم لمشاركة المجتمع بها. أول ما خطرت ببالي رحت طيرت بالون هيليوم، كتبت إيميلي تحته، فوصل لبنت في معان اسمها سلوى يعني، وصارت تتواصل معي، فقلت انه احنا ممكن نغير هذا الموضوع، يعني كل شيء له جانب ايجابي احنا بنقدر نفيد منه المجتمع. فحكيت انه ليش ما احنا بنعمل مبادره او حمله بنسميها علي صوتك. كثير في بنات هنا، لما انا مره عملت محاضرات في المدرسه، انه في بنات مش عارفين يعبروا عن حالهم، او بالنسبه يعني انه كيف احنا بنات ولساتنا صغار وما بنقدر نطلع على المجتمع وننخرط فيه زي ما بنخرطوا الرجال والشباب. فاول ما طلعت انه كل بنت بتحكي حلم او فكره او شيء بدها توصل للمجتمع هي مو قادره، فانه انه على الكتابه، انه هي لانه بالكتابه الواحد بيعبر اكثر، فبتكتب عنها وبنطير البالون مع بعض. هذا كل واحده فيها بتجيب بالون وبتكتب عليها امنيتها وراح نطيرها بالهواء لحتى كل واحدة تحقق إن شاء الله أمنيتها. وأي حدا بنزل على البالون بتمنى يا رب إنه يدعي لها من قلبه كمان. وإحنا هلأ كمان داخلين على شهر رمضان، بتمنى من الكل ما ينسى أي طالب توجيهي من دعواته، والمقبلين كمان على طلاب التوجيه المقبلين إن شاء الله السنة الجاية. تضمنت الحملة فقرات أخرى، منها محاضرة هادفة حول دور الفتاة في المستقبل والإيجابية التي يمكن أن تنعكس على المجتمع بشكل عام. هلا انا بكتب من زمان وفزت اكثر من مره، وكمان حلمي يعني ككاتبه صغيره اني بكره لما اكبر اوقع روايتي واكون يعني كاتبه معروفه زي ايمن عتوم ودكتور ايمن عتوم واحلام المستغامي كلياتهم. فاكيد يعني اي حدا عنده حلم وحابب يحققه، صح احنا يمكن احلامنا مش رح تتحقق مجرد طيرنا البالون، بس رح احلامنا توصل يعني لما فكرتنا يعني احنا هي طيرنا البالون وناس شافونا، ممكن ناس غيرنا تشوف احلامنا وتقتدي يعني فيها ما فيها، وممكن ناس كمان تطير بلالين، ويعني فكره صغيره بس حلوه. هلا جمانة كانت عنا بالصف، حكت لنا عن فكرتها واحنا بصراحه كثير حبيناها وحبينا نشجعها لجمانة لانه عندها كثير افكار وبدها دعم، فاحنا حاولنا ندعمها قد ما بنقدر. حبينا الفكره كثير وحاولنا نوسعها قد ما بنقدر. كتبت امنيه يمكن بتمنى انها تتحقق، اللي هو انه يعم السلام بكل العالم. هاي امنيه بصراحه كلنا بنتمنى انها تتحقق لانه تعبنا من الحروب اللي بنسمع فيها والمآسي اللي حوالينا، فقررنا نطير هالبالين كأنه عشان نرفع معنوياتنا. أنا كتير حابة أصير مهندسة وكتبت على الورقة هيك، وكتير نفسي أسافر أي بلد بالعالم، فكتبنا هالأفكار بركن تتحقق. شعارات جميلة رفعتها الحملة تحمل في طياتها طاقة إيجابية محفزة، ومن أهمها اليوم لتستيقظ وتقف وتتكلم بصوت عال. اترك الانفعالات وابدأ بتحقيق ما تقول، والأهم هو توقفك عن قول أتمنى بالابتداء والتطبيق بكلمة سأفعل وأستطيع، فما نيل المطالب بالتمني. أصوات تحلق ألحانها في السماء وأحلام تطير وتترسخ مع الأمل. ألا أبو حمدة، رؤيا.